بسم الله الرحمن الرحيم. أن عملية التجنيس التي تجري ومنذ أمد وليس بقليل فيما يتعلق بأوضاع البحرين طالعتنا صحف والأخبار في هذه الأيام عن تجنيس 5000 من اللاجئين السوريين في مخيم في الأردن، وهو يأتي في سياق العبث بالتركيبة السكانية والعبث بالهوية الوطنية التي يتشدق النظام السياسي الدفاع عنها برفض التدخل الخارجي كما يدعي في شؤون الداخلية وغيرها، وإنما هو في الحقيقة يخرب هذه الهوية من خلال استجلاب القوى الأجنبية الأمنية أو من خلال عملية التجنيس السياسي التي تقوم على أهداف فئوية وأهداف طبقية أو طائفية أو مصلحية خاصة، الضحية فيها هي هذه الوطنية العروبية الإسلامية الخاصة لشعب البحرين المتحضرة، وهو عبث خطير يؤسس إلى حالة مسوخ وانسلاخ من الهوية التي رسختها أجيال تمتد إلى 4000 سنة في عمر هذا البلد، البلد الذي تميز بخصوصية في أخلاقه وعاداته وتقاليده، وإنما هذه الهوية الآن تواجه هذه التحديات الخطرة من خلال موجة أو موجات التجنيس السياسي الكثيرة والمنتظمة والممنهجة من أجل أهداف ضيقة تنتهي بحياة أصحابها أو بمشاريعهم الصغيرة. إذن فقضية التجنيس هي عملية سياسية يراد منها مسخ هوية الوطن وكذلك تخريب التركيبة السكانية من أجل مشروع، هذا المشروع يواجه من خلاله الشعب أو مطالب الشعب الديمقراطية والبقاء على ما هو كائن من تسلط ومن استحواذ للثروات واستحواذ على المراكز والنفوذ في هذا البلد الحبيب. فلا شك أن هذه القضية من أخطر العمليات السياسية التي يجب على كل المواطنين وكل مكونات الشعب البحريني مواجهة هذا المشروع التدميري التخريبي.